الله الذي لا تغيض ينابع فضله ولا تضطرب موازين عدله، له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وما الله بغافل عما تعملون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك الناس أمام الحجة البينة ودين الله القويم. فصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على هذا النبي وعلى آله، ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة رسول الله، وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، حديثنا اليوم عن أعيادنا وأيام سرورنا في هذه الأيام المباركة، إذ جمع الله لنا في هذه الأيام عشر ذي الحجة، وجمع لنا فيها أعياد الإسلام: عيد الحجيج بعرفات يوم غد، وعيد الأضحى يوم السبت إن شاء الله، وأيام التشريق بعده. هكذا سماها لنا وعرفنا بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ومع البهجة والسرور في هذه الأيام المباركة، توجد أعمال من البر عديدة يجدر بالمسلم أن يضيف إلى صحيفة حسناته. أيام جليلة، الثواب فيها عظيم ومضاعف، يجدر بالمسلم أن يضيف ذلك الثواب إلى صحيفة حسناته. نقف اليوم معها وقفة سريعة. أما الوقفة الأولى فمع يوم عرفة وفضله، مع يوم غد إن شاء الله وفضله. فيوم عرفة هو أغيظ يوم على الشيطان، فما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أحقر وأدحر ولا أغيظ ولا أصغر منه في يوم عرفة. وما ذاك وتلك الحقارة واستصغار النفس والغيظ على المؤمنين لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز المولى العظيم
عن الذنوب العظام لعباده في ذلك اليوم. أخبر بذلك سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مالك في الموطأ. ويوم عرفة يوم معروف بالفضل وكثرة الثواب والأجر وغفران الذنوب. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم من الأيام من سائر أيام الدنيا يوما يكثر الله تعالى فيه من العتق من النيران مثل ما يكثر في يوم عرفة، يعتق الله تعالى فيه الواقفين بعرفة والتائبين من عباده في سائر البقاع ممن لم يتيسر لهم الحج. هي مغفرة عامة وعتق عام يخص به أولاً من وقف بعرفة، ثم كل تائب ومستغفر ومنيب يعتق الله تعالى في ذلك اليوم رقبته من النار. ويوم عرفة هو أفضل الأيام على الإطلاق، حيث يغفر الله تعالى لصائمه للمتعبد بالصوم ذنوب سنتين، كما جاء في صحيح مسلم أيضا عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، يكفر سنة فائتة ويكفر السنة القادمة. ولفظ التكفير هنا كما قال بعض العلماء لفظ عام يشمل الصغائر والكبائر، وفضل الله واسع لا يحجر، فيرجى أن يغفر الله تعالى لصائم ذلك اليوم العظيم يوم عرفة ذنوبه صغيرها وكبيرها. هذا يوم عظيم، يوم منة، ويا خيبة من أدرك هذه الأيام وضيعها وأرضى الشيطان وأغضب الرحمن، ويا سعد من اغتنم فرصتها فصامها تصديقا بوعد الرحمن إن كان قادرا على الصوم، وصانها عن اللهو والعبث والفسوق والعصيان، فأحرز كفارة عامين من عمره وفاز بعتق رقبته من النار. وأما الوقفة الثانية سريعا فمع العيد، مع يوم النحر، يوم الفرح بطاعة الله عز وجل، مع أيام التشريق بعده. ويوم العيد إخواني وأخواتي هو أعظم الأيام، يوم يفرح فيه الناس يأكلون ويشربون، وهو أعظم الأيام عند الله، أو هو من أعظم الأيام عند الله، يليه في الفضل اليوم الذي بعده. وهذا مما يغفل عنه الكثير من الناس، هي أيام أكل وشرب، أيام فرح وسرور بطاعة الله عز وجل، ومع ذلك عظمها مولانا تبارك وتعالى وعظم العبادة فيها. ففي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى
إن توكيلا أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، يوم الأضحى، ثم يوم القر وهو اليوم الذي يليه، سمي اليوم الذي يلي يوم النحر بالقر لأن الناس كما ذكرنا هذا قبل يقرون فيه بمنى ويستريحون بعد فراغهم من طواف الإفاضة والنحر. نسأل الله تعالى أن يسلم حجاج بيته الحرام وأن يكتب لنا وإياكم حج بيته الحرام حجة مبرورة، اللهم آمين، وأن يرزقنا زيارة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اليوم الذي هو يوم العيد ويوم التشريق بعده من أرجى الأيام قبولاً عند الله عز وجل، هي من أعظم أيام فرص العمل، العمل القليل الذي يضاعف كثيراً، العمل الذي يغفل عنه الكثير من الناس. هذا الفضل بيّنه حديث البخاري في رواية من روايات الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء، ورد سهم من يعاديه في نحره. في صحيح البخاري: ما العمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، يعني في أيام التشريق. هذا تنبيه عظيم من رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، قد علمنا جميعا فضل العمل في أيام العشر، وهذا معلوم لكثير من أفراد الأمة الآن، لكن ما لا يعلمه هذا الكثير أن أيام العيد، يوم العيد وأيام التشريق بعده، العمل فيها لا يقل فضلاً عن العمل في أيام العشر. وأعظم الأعمال المشروعة فيها عمل قليل لكنه عظيم، عمل لا يحتاج منك إلا حركة اللسان وهو دائم الكلام والغيبة والنميمة واللك والعك والعجل، أجارنا الله تعالى وإياكم من شره، ولا يكب الناس في النار إلا حصائر ألسنتهم. العمل في هذه الأيام هو ذكر الله عز وجل، لم تكلف فيه بالصيام، بل الصيام حرام لأنها أيام أكل وشرب، لم تكلف فيه بمزيد من العمل ولا زيادة من الصلوات ولا قيام، إنما العمل فيها وأعظم العمل فيها ذكر الله تعالى. وهذا ما ذكره بعض الشراح، أن البخاري رضي الله عنه فسر الأيام المبهمة بأنها أيام التشريق، وإمامنا البخاري إمام فقيه، وتقسيماته في الصحيح كتب فيها كتب، يعني عناوين الأبواب التي تسمى تراجم عند علماء الحديث ألفت فيها مصنفات. الإمام الفقيه المحدث الذي تبع أثر رسول الله ووضع قلمه موضع قلمه فسر الأيام المبهمة بأنها أيام التشريق، وفسر العمل بالتكبير، بقولك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعظم عمل، وهذا العمل لا يقل فضلا عن العمل في أيام العشر من صيام وقيام وذكر. والإمام ابن أبي جمرة في شرحه لحديث البخاري، وهو إمام يسمى سلطان الولاية رضي الله عنه، قال: حديث البخاري دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيرها. قال: ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد كما في حديث عائشة أم المؤمنين، ولا كونها أيام أكل وشرب، لأن ذلك لا يمنع العمل فيها، بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله عز وجل، أعلى العبادات، ولم يمتنع فيها إلا الصوم. قال: وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة، كما قلنا الناس يغفلون في الفرح ويهملون أشياء كثيرة وهي أيام فرح، فيقول الإمام: سر كون العبادات فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها، وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب، فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها. فوصيتي لنفسي وإياكم إخواني وأخواتي أن نكثر من الذكر والتكبير في هذه الأيام، خصوصاً أدبار الصلوات الخمس، سواء صليت في جماعة أم كنت وحدك. فقد قال البخاري في الصحيح أيضاً: وكان عمر يكبر في قبته بمنن، فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا، حتى تضطرب منا وتتحرك كأنها تتزلزل من قوة صوت المكبرين لله عز وجل. أحيانا بنكبر في المسجد، الناس تسيب الناس اللي في الصف الأول يكبروا والباقي غافل ساكت، لا يدري ما ضيع من ثواب ولا ما ضيع من أجر. عمر يكبر، فيكبر بتكبير أهل المسجد، ويكبر من كان خارج المسجد، ويكبر من كان في السوق، حتى تتحرك منها وتضطرب من شدة صوت أصحاب رسول الله والتابعين بالتكبير. طبعاً أصح ما ورد فيه عن الصحابة هو قول علي وابن مسعود أن التكبير من صبح يوم عرفة، من بعد صلاة الفجر في يوم عرفة إلى آخر أيام منى، يعني التكبير سيكون من غد في صلاة الفجر. طبعاً الآن فيه تكبير، لكنه ليس كالتكبير أبار الصلوات المشروع في أيام عرفة، يوم عرفة وأيام العيد. التكبير من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، كما أخرج ابن المنذر وغيره عنهما رضي الله تعالى عنه. ثم أقول لمن وجد سعة فليذبح أضحية، امتثالا لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. الإمام الشافعي يقول: أيام الذبح أربعة، لا يشترط أن يكون ذلك في يوم العيد، إن كان لديك عمل أو شغل أو غير ذلك، فأيام الذبح أربعة: يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق بعده إلى وقت صلاة العصر. فاغتنموا إخواني وأخواتي هذا الفضل، ولا تضيعوا هذا الأجر،
فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.